السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبه تراك سيميليتر التيميت. طبعا يا جماعه الخير، بالفيديوهات السابقه سالتوني انه كيف عم تقدر بتضيف ايقونات الشاحنات او اللوجو او اسم الشاحنات الثانيه غير شاحنات المرسيدس اللي عملوا لها عليها شهاده رسميه من شركه مرسيدس. مثل ما بتعرفوا بالفيديو السابق او بالتحديث الجديد اللي نزل واللي هو 1.2.8 صار في شهادات رسميه لشركه مرسيدس بلعبه الباصات وبلعبه الشاحنات. طبعا يا جماعه الخير قلتوا لي انه كيف نقدر نعمل هذا الشيء بباقي الشاحنات، مثلا شاحنة السكانيا، الفولفو، شاحنات الأمريكية وباقي الأشياء الثانية مثل اللوجو الأصلي، عرفتوا كيف؟ فيا جماعة الخير الطريقة كتير سهلة، وأنا سابقا عملت لكم مقطع على هذا الشيء، بس في كتير ناس ما عم بشوف المقاطع السابقة، فحبيت أعرض لكم المقطع وإن شاء الله توصلكم فكرة بشكل سريع. طبعا يا جماعة الخير قبل شيء صلوا على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا من اللايك اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل جديد. بترككم مع المقطع، مشاهدة ممتعة. وبداية أول ما بتدخلوا على اللعبة بتلاقوا الوضع بهذا الشكل، بتروحوا على تحميل دي ال سي مثل ما جيبي بهالشكل هيك، بس ضغطت عليها تظهر لكم هي الايقونات مثل ما شايفين. بتروح على الايقونه اللي تبعت السحابه، شايفينها الغيمه، بعدين يا جماعه بتضغط على تحميل دي ال سي، بينقلك للجوجل. طبعا مثل ما شايفين قدامكم بينقلك مباشره للموقع الرسمي تبع اللعبه، موقع المودات الموجوده في اللعبه، عرفتوا كيف؟ مثل السيارات والاشياء هي. فبننزل لتحت مثل ما شايفين بهالشكل، بتلاقي المودات الموجودين في اللعبه اللي عملنا لكم عليهم مقاطع سابقا. طبعا مثل ما بتعرفوا هي سياره السبنتر، الفان، المرسيدس عملنا عليه مقطع، وهي الاودي، وفي عنا الفوكس فاجن، الباسات مثل ما شايفين. يعني هدول السيارات كلهم موجودين عندك بهذا الموقع. طبعا هون في عنا هي العربية تبع التراكتور، الباسات، التراكتور، في عنا البي ام دبليو، في عنا مثل ما شايفين قدامكم المرسيدس، في عنا الشاهين، واخر شيء مثل ما شايفين بيظهروا لنا الاشياء الرسميه تبع الايقونات، عرفتوا كيف؟ فهون يا جماعه الخير مثل ما شايفين في عنا بهي هذا المود، طبعا بيظهر لك فيه البراندات تبع الشاحنات، يعني شاحنات المرسيدس، شاحنات السكانيا، الفولفو، الامريكي، الاوروبي، هدول كلياتهم، عرفتوا كيف؟ فمباشره انت بتختار، مثلا نفترض هذا المود رح ننزله، في مودات ثانيه طبعا رح اورجيكم اياها، واللي هي شرك النقل، مثلا شركه النايك، شركه كوكا كولا، سامسونج، سيمنز، اللي هو مثل ما شايفين كل هدول بتقدر كمان اذا اخذت حموله من هدول الشرك بيظهر لك الايقونه بهذا الشكل، يعني بشكل واقعي، عرفتوا كيف؟ طبعا بامكانك تنزل هذا المود كمان. وفي عندك كمان يا جماعه الخير واللي هو شرك تركيه، طبعا مثل الالبان والاجبان والبسكويت والشوكولا وهالاشياء هي. في عندنا كمان هون الشرك العالميه اللي هي، او الشرك الالمانيه اللي هي البي ام، المرسيدس، البراون، هالاشياء هي مثل ما شايفين قدامكم. في عندنا كمان الشرك الصينيه بامكانك تضيف مود لالون. في عندك شرك الغاز او شرك شو اسمه المازوت، مثلا بتروح على محطه وقود بتلاقي اسمها حقيقي بشرك تركي، عرفتوا كيف؟ مثل ما شايفين في عندنا شركة عالمية كمان. فالشيء المهم كيف رح تقدر تضيف هدول المودات مباشرة. أنا ضيفهم عندي بس رح أورجيكم كيف. مثلا نفترض هذا البراند واللي هو إنه أسماء الشاحنات، بتضغط على كوبي يو ار ال بهالشكل، بيقول لك نسخت الرابط تبع هذا المود، بتعمل له حسنا ومباشرة بترجع للعبة. بس من رجعت للعبة مباشرة بتلاقي بيحط لك الرابط اللي نسخته هنيك بالفراغ اللي شايفينه قدامكم. طبعا بتضغط على اضف، انا ضيف المود عندي بس رح اورجيكم كيف. تضغط هيك، انت ضفتهم هلا يا جماعة، مباشرة بتعمل اكس، بتروح على الاشارة الخضراء او هذا الملف، تضغط عليه بهالشكل، بتلاقي هون في عندك المودات بهذا الشكل بيظهروا لك. طبعا مباشرة بتضغط على يمكن بهالشكل هيك، ومباشرة بتلاقي بيظهر لك المود عندك في اللعبة بدون أي شيء، يعني هيك تلقائيا بصير عندك المود جاهز في اللعبة، عرفتوا كيف؟ بس لازم تشتروه. فأنا مثل ما شايفين شيريون، هلا عندي هذا المود، وينهم؟ المود تبع السيارات، هدول هن شايفينهم مثل ما شايفين قدامكم كلهم عامل لهم يمكن، يعني يمكن أو مشغلهم، عرفتوا كيف؟ إذا كان بدك توقفه بتضغط على هذا الشكل مثل ما شايفين تعطيل، بيرجع لك يا، عرفت كيف؟ تعمله يمكن، تعمله يمكن بهذا الشكل. والله يا جماعه مثل ما شفتوا الطريقه كثير سهله، ان شاء الله يكون وصلت لكم الفكره بشكل سريع وسهل. وان شاء الله اذا في عندكم اي شيء بتحبوا تسالوني عن هي اللعبه غير المشاكل يلي عم بتواجهوها فيها، واللي هي الشاشه السوداء وشو اسمه التعليق، ولا مثلا احيانا بتدخل على اللعبه بتخرجك، هذا الشيء يا جماعه الخير لحد الان ما له حل غير انك تفعل في بي ان على دوله تركيا او دوله المانيا، وان شاء الله بيمشي الحال. واذا ما مشي الحال انتظر ان شاء الله بينزل حل لهالقصه هي،
وبخبركم عليه بإذن الله. والله يا جماعة الخير بتمنى منكم تحطونا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس لحتصلكم كل جديد، وبترككم بأمان الله وسلام.